طيب نيجي لبرج العقرب. برج العقرب السنة دي من الأبراج اللي هيبقى عنده نسبة حظ غير عادية. ما شاء الله ما شاء الله يا جماعة. أوكي، برج العقرب السنة دي عنده نسبة حظ غير عادية. سواء ست أو راجل، بالنسبة للست عندها جواز، عندها تغيير في شكلها، هتعمل نيو لوك و نيو لوك، ولدرجة ان في ستات كتيرة من برج العقرب هيتجهوا لاتجاهات عمليات تجميل كتير. اوكي، في فلوس عندهم كتيرة جاية لهم، سفر، شغل، كل خطوة بيخطوها برج العقرب السنة دي هتترجم لفلوس. ما شاء الله. اوكي، بقى لهم سنين الدنيا عندهم مش حلوة. راجل العقرب عنده ست جديدة هتخش حياتهم، ست العقرب عندها ما عندهاش حد جديد هيخش حياتها. لو هي على 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 في مشاكل ما بينها وما بين حد عاطفيا، هي راجعة مش هتسيب. ست العقرب مش هتسيب علاقة قديمة. ست العقرب لو عندها مشاكل في علاقة قديمة هتقعد وهترجع والعلاقة هتكمل تاني. الراجل العقرب هو اللي عنده علاقة جديدة، هو اللي عنده حياة جديدة. لكن ست العقرب مستمرة في علاقتها القديمة عاطفيا. اوكي، على الصعيد العملي ما يتخافش عليهم هما الاثنين خالص. أذكياء، بيعرفوا يفكروا. المرحلة الجاية عندهم صعود غير عادي، تحس ان ربنا مسهلها لهم طول السنة. اوكي.